يعني هذا المقام بيخلي القلب جدا هيك يخشع. الله الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حنحكي بالفيديو عن مقام كثير حزين، كثير فيه شوق، كثير فيه حنين، فإذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة أوعى تكمل. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تعملوا اشتراك بقناتنا وتفعلوا زر الجرس، مو بس هيك، كمان تنادوا لرفقاتكم يشتركوا بالقناة وكمان يفعلوا زر الجرس. يلا بسم الله. مقام الحجاز هو من المقامات المشهورة جدا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، لأنه يستخدم في الأذان بشكل كتير كتير كبير، وكمان القراء يستخدمونه بشكل كتير كبير. وعلى سيرة أنه هذا المقام قديش بيوجع، من شي شهر زمان كنت عم اسمع تقاسيم لكمانجات تركية، فكان في طفل قدامي عم يسمعها، عم قلت له شو رأيك فيها؟ قال لي ما حلو النوم. قلت له ليش؟ قال لي كتير بتوجع. فهو طفل ما عرف غير أنه عن جد بتوجع، يعني هذا المقام بيخلي القلب جدا هيك يخشع ينكسر، يذكره بالشوق، يذكره بالحنين. بسم الله، خلينا ناخذ السلم. يلا بنعيده. خطر ببالكم شي شغلة؟ هلا خلينا نبلش ببعض الدندنات على مقام الحجاز. بسم الله. فيه جدا حزن وبيخلي إجباري الواحد أول ما يسمعهم بيعمل هيك حواجبه إجباري. ولا أنتو حواجبكم هيك صار لما سمعوا هذا المقام؟ ولح نبلش بإنشودة طلع البدر علينا كمثال أول في النسخة الحجازية، لا سيجا ولا الكورد. النسخة الحجازية هي صديقي ميفلان كوردشي. بسم الله. طلع البدر علينا من البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الإحساس والعمق في الحزن. وهلا بنروح للمثال الثاني، لان شو ده تراثيه بتوقع كل البلدان العربيه بيعرفوها وحتى غير العربيه. بسم الله. الله تزال محسنا، الله 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 لا إله إلا الله. بنروح للمثال الثالث لعمل الصلاة والسلام للفنان مسعود كورتس. الله صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.
اليوم حناخد شغلة كتير صغيرة بالنقلة بين المقامات، واليوم اخترنا بين الحجاز والبيات. يعني مثلا أنا بكون مثلا عم دندن بي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل. طبعا ان شاء الله تكونوا لاحظتوا، انا اول شيء كنت حجاز، رحت بيات، كمان باخر شيء رجعت حجاز. فالنقلة بين الحجاز والبيات كتير مستخدمة وكتير جميلة صراحة، بتنقل بين شعور الحزن للأمل، يعني لو فينا نقول شوية هيك طرب. البيات إن شاء الله في الحلقات الجاية إن شاء الله تعالى رح ناخده، رح نرجع نعيد سلم الحجاز مشان تتذكروا. هاد مفتاح الحجاز. اليوم سويت شغلة جديدة، انه انا عزفت لكم موسيقى على السريع بشكل كتير كتير سريع وبدون اي ميكس او شيء، بس لنقدر نفهم جو الحجاز شلون بيكون مع كذا آلة، شلون واحد ممكن يستخدمه بالاعمال في 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 اي شيء. يعني رح نسمع ونرجع لكم ان شاء الله. تكون عجبتكم، ولكن شفتوا شلون مقام الحجاز كتير بيعطي شعور في الحنين للماضي للشوق. والله جرح لي قلبي. ولا هنسمعكم مقام بأذان الحجاز. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ما عودتكم. هلا رح اقرا سوره الفاتحه بمقام الحجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهون بتكون خلصت حلقتنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تكون قدرت اوصلكم مقام الحجاز بشكل بسيط ومفهوم. بس قبل ما نختم وتسكر اليوتيوب، ما تنسى تعمل اشتراك بقناتنا وتفعل زر الجرس. كان معكم محمد بشير، اسطنبول قلم استوديو.